حاجة الحقيقة بتثير اندهاشي طول الوقت، هي مسألة انه يبقى في موظف فاسد او مسؤول فاسد في دولة هو شايف انها بتحارب الفساد في كل الجهات الممكنة وما بتسيبش حد مهما كان اسمه ولا كان منصبه، مفيش حد بيتعتق اذا اتظبط في واقعة فساد ولا رشوة ولا اختلاس ولا مش عارف ايه وهكذا. فبقعد انا ببقى مندهش، يعني طب ايه اللي بيدور بذهن هذا الموظف او المسؤول الفاسد وهو شايف مثلا قبلها باسبوع ولا اسبوعين لسه قافشين ناس، ده لسه قافشين ناس من 10 ايام تقريبا. الله، طب انت جايب جمودية القلب دي منين؟ طبعا القضية الأخيرة المتعلقة ببعض المسؤولين المتهمين بالفساد والرشوة في وزارة الري، تقعد تبص تلاقي بقى ايه، مش عارف يقولك ده فلان واخد مش عارف فيلا فين في الساحل الشمالي، وعلان واخد مش عارف 1,300,000 مصاريف، يعني هيجيب موبيليا ب1,300,000 دفعوها له، وفلان مش عارف بياخد دفعات شهرية، وعلان بيعمل ايه. الله، تيجي تقولي طيب ايه، هما بيدوا لهم عقود الاسناد بتاع تأهيل الترع والمصارف وحاجات زي كده، فتبقى مصر شغاله على التبطين بتاع الترع والمصارف والتأهيل والتطهير وما الى ذلك، شغالين على مشروع قومي كبير جدا من شأنه الحفاظ على ثروتنا المائيه والحفاظ على صحه الناس الخ الخ الخ، وشغالين بنحارب فساد ولسه قافشين ناس، وبرضه لسه ناس ماشيه في السكه. انا عايز اعرف تفاصيل وهنحكي مع بعض هذه التفاصيل. معانا على التليفون زميلنا الاستاذ محمد ابو عمره نائب رئيس قسم الاخبار بجريده الوطن. اهلا بيك يا محمد. بيك يا استاذ يوسف وبالساده المشاهدين. عامل ايه؟ كله حلو؟ كله زي الفل الحمد لله. احكي لي الحدوته دي بقى. الحدوته طبعا هي قضيه من اكبر قضايا الفساد في تاريخ يمكن وزاره الري. بتعود أحداثها لسبتمبر الماضي، والتحقيقات طبعا استمرت لسه بتنكشف النهاردة أو يعلن عنها بشكل تفصيلي النهاردة. هم طبعا بتدور أحداثها في محافظة المنوفية، المتهم فيها وكيل وزارة الري في المنوفية. طبعا أنت عارف حضرتك مشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع ده مشروع قومي كبير جدا جدا، والدولة كانت بتشتغل فيه بشكل كبير وبمعدل زمني كبير جدا عشان تنتهي منه. أيوه. طبعا السادة المسؤولين في محافظة المنوفية ومنهم وكيل الوزارة وبعض المهندسين ابتزوا أحد رجال الأعمال ورفضوا إن هم يعني يسهلوا له إجراءات استخراج المستخلصات المالية بتاعته. طبعا اضطر رجل الأعمال تحت وطأة الضغط انه يدفع عشان يعدي. طبعا الاجهزه الرقابيه المصريه يعني كانت يقظه جدا جدا وعرفت توصل للمسؤولين وبرضه رجل الاعمال وراقبت الاجهزه، اجهزه الموبايلات بتاعتهم وتتبعتهم ووصلت ليهم وقبضت عليهم في التوقيت اللازم يعني. طبعا القصة يعني طويلة جدا وفيها تفاصيل كتير جدا، لكن هي قصة إن دلت عن شيء فتدل على يقظة الأجهزة المصرية وإنها ما بتسيبش حد فاسد، يعني بتضبط بشكل كبير جدا حتى لو كانت قضية بس في أحد أقاليم مصر في محافظة المنوفية. طيب طرف الخيط الأولاني جه إزاي؟ طرف الخيط الاولاني هو القصه وما فيها ان هو مشروع لتبطين الترع. المشروع ده كان المفروض بتطلع لرجل اعمال المستخلصات بتاعته، المستخلصات الماليه بتاعته. وكيل الوزاره والمهندسين، وطبعا انا احب هنا الفت الى ان مش كل مهندسين وزاره الري فيهم كده، يعني ده جزء من حاجة كبيرة جدا اسمها وزارة الري، وزارة الري وزارة عريقة جدا. طبعا. ده إن دل يعني لا يدل على أي يعني أي إساءة لوزارة الري. صحيح. وزارة الري وزارة عملاقة وبتشتغل على مشاريع كبيرة جدا وبمليارات يعني. معاك 100%. فرجل الأعمال تعرض طلبوا منه يعني رشوة أو مبلغ مالي كان عبارة عن 5 دفعات، وبعد كده الموضوع تطور إلى إن هم طلبوا منه رشوة فيلا في الساحل الشمالي. الفيلا دي ثمنها 1,800,000 جنيه. وبعدين مصاريف تأسيس الفيلا.
وبعد كده مصاريف تأسيس الفيلا، وفي بعض الحاجات بتقال طبعا ان هم عايزين كانوا بسبوسه بمبلغ وقدره، فدفعت فلوس يعني الحلاوه كده عشان الموضوع يخلص، فجابوا لهم بسبوسه. طب رجل الاعمال هو اللي قام بالابلاغ عنهم؟ لا، لم يثبت في حياة ان هو قام بالابلاغ عنهم، ولكن يعني ما فيش رجل اعمال عايز يدفع فلوس على فكره، يعني انا برضو ما فيش حد عايز يخسر. هو الراجل اشتغل وعاوز فلوس وعطلوها له بالظبط. يعني هو ده مستخلص مال المشروع، اصلا كان انتهى منه، يعني تم الانتهاء منه، الترعه تم تبطينها وتم الانتهاء منه، ولكن المستخلص المالي توقف، فاضطر ان هو يعني ايه يسهل الاجراءات بتاعته، عايز يسهل الاجراءات بتاعته عشان ياخد فلوس. يعني ده اللي اعلن. يعني طبعا اكيد التحقيقات فيها كواليس كتير جدا، ومش كل حاجه ظهرت لسه للنور، التحقيقات شغاله برضه، وان شاء الله هتنكشف في الايام اللي جايه دي، لانه تمت الاحاله خلاص بقى لمحكمه الجنايات. بالظبط بالظبط، تمت الاحاله لمحكمه الجنايات. يعني عظيم جدا، باذن الله ياخدوا اقصى العقوبه في حال انه ثبتت هذه التهم عليهم، ويكونوا عبره الحقيقه لاي حد من فاسدي النفوس. اشكرك جدا زميلنا الاستاذ محمد ابو عمره، نائب رئيس قسم الاخبار بجريده الوطن.